لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا نبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث وفات يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. الآن تشاهدون فريق الجدعان في مزرعة دواجن المهندس الشاب محمد شوشان بمنطقة العامرية في محافظة الأسكندرية، والذي نجح في خفض معدل النفوق في دورات التسمين إلى 1.5% وتحديد تركيزات من الأعشاب والفيتامينات للقطعان والابتعاد تماما عن المضادات الحيوية وطرح منتج نهائي حيوي من لحوم الدواجن بالأسواق. قلنا لحضراتكم قبل كده ان الجدعان لازم نفتكرهم دايما ونتطمن انهم قادرين يواجهوا التحديات اللي بتظهر في رحلتهم ونعرف ازاي بيتغلبوا عليها، وعمرنا ما تأخرنا عن واحد من الجدعان وبنتدخل فورا وجربوا بنفسكم. عشان كده على مدى حلقات الاسبوع الحالي هنستعرض مجموعة من ابرز المشروعات اللي زرناها على مدى السنة اللي فاتت كاملة. كنا كل أسبوع فيها بنقدم مشروعات جديدة نفذها الجدعان، ومفيش جدال إنها كانت ملهمة لعدد كبير من حضراتكم لبدء مشروعات جديدة أكيد بلدنا محتاجاها. البداية هتكون من محافظة اسكندرية في مزرعة دواجن الشاب الجدع محمد شوشان، أفضل مربي تسمين قابلناه في برنامج الجدعان، وزي ما توقعنا حقق نجاح كبير وبدأ يفتتح فروع لبيع منتجاته من الدواجن المبردة ومجزأتها أكيد فاكرينه. قبل أي كلام أنا متنبئ ليك أنك تبقى أحد القوى الفاعلة في صناعة الدواجن. مرسي جدا لزيارتك. مبدئيا تمام، عامل حاجة حلوة جدا، منظم جدا، القطيع بتاعك يفرح، عنبرك يفرح، عايز أسمع الحكاية من أولها، بدايتك مع الصناعة وبدايتك مع الزراعة، فهمني إيه اللي خلاك أصلا تدخل كلية زراعة؟ مبدئيا هو كنت انا نشأت في اسرة بتشتغل في المجال الزراعي. في 2018 احنا عندنا في مصر تكونت هيئة سلامة الغذاء، بالظبط كده، وكانت معنية طبعا انشئت لهدف سامي جدا ان احنا عايزين ننتج غذاء صحي وامن وفي نفس الوقت نعظم من المنتج المحلي بتاعنا ونقدر نصدر ونجيب عملة صعبة لبلدنا، نخاطب العالم بالمنتجات المصرية. رفعت كفاءة كتير جدا من المصانع والمزارع في الخضار والفاكهة، وده كان سبب انا حبيت ان انا اكون ليا دور في البيزنس بتاع الأسرة، ورجعت من بره. بالفعل الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا ونجحنا ان احنا نسجل شركتنا من الاوائل ومصنعنا القائمة البيضة في القائمة البيضاء للهيئة العامة في الهيئة القومية للسلامة الجزائي. بعد نجاحي في الدور دوت مع أسرتي أنا حبيت إن أنا برضو أقتحم مجال آخر. لما جيت أقتحم مجال الدواجن أنا درست الموضوع كويس جدا، عملت خدت القرار إزاي أدخل الدواجن، عملت دراسة جدوى للمشروع فنية مالية تسويقية. هو المساحة قد إيه والعنبر كلفك كام والأرض كلفتك كام؟ مساحة الأرض كلها 1400 متر تقريبا، كلفتني حوالي 500,000 جنيه. شراء الأرض لوحدها؟ شراء الأرض لوحده. صرفت إنشاءات تقريبا في حدود المليون جنيه، وعملت عنبر بطاقة 8000 فرخة. بالظبط. بتدور العنبر ده إزاي من أول استلامك للكتكوت؟ فحص الكتكوت بيبقى أول حاجة من الحيوية بتاعته وهو جاي في العربية جوه. أنا بدخل العربية أول حاجة بشيك عليها درجة الحرارة والرطوبة. في أوزان عندنا، يعني قطيع البشاير له معاملة غير القطيع اللي هو في البيك، غير القطيع اللي بيبقى وزنه فوق ال 43 وال 45 جرام. أنا بالنسبة لي بفضل القطيع اللي بيبقى فترة البيك اللي هي بتكون وزنه من 40 ل 41 42 جرام. لأن ده بيبقى قطيع مثالي في التربية، يعني ودورته بتكون سهلة. على فكرة محمد سعد شوشان اتخرج في كلية الزراعة قسم صناعات غذائية، وبيدرس ماجستير في نظم الجودة بالمصانع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وحاليا هو مراجع دولي معتمد لنظم الجودة الخاصة بسلامة الغذاء والسلامة والصحة المهنية. سؤال، أنا جاي لأن أنا شفت أن أنت كمان بتعمل منتج نهائي اسمه الكارما. كارما حلوة وأنت بتكلم الناس حلو والناس متفاعلة معك، أهل اسكندرية بالكامل كلهم متفاعلين معك. هنقول بتقول لهم إيه؟ بس عايز أعرف ليه فكرت أنك تعمل منتج نهائي، وأنا شايف أن ده ممكن من أسباب أن أنت تعمل عائد من الصناعة دي، تقفل الحالة عليك. كارما جات لي بسبب أن أنا كل دورة، أنا بقالي دي التالتة، بقالي دورتين فاتوا بطلع منتج ممتاز. يعني أنا محقق معدل نفوق 1.5% تقريبا ما شاء الله. المنتج طالع بسم الله ما شاء الله، بسبق حتى الوزن اللي السلالة حطاه. يعني أنا هجرب لحضرتك النهاردة، احنا تقريبا اليوم 27 في الدورة اللي احنا واقفين فيها دي، المفروض ان الوزن عندي تقريبا من كيلو لكيلو 50 جرام، كيلو 100 جرام ماكسيمم. هتلاقي حضرتك هنا ان المتوسط عندي تقريبا حوالي كيلو 400 جرام. الحاجة التانية، انا لقيت ان بيخش عليا السمسار، لا يعني هو جاي السمسار عايز ياخد مني، بيكسر فيا، والبضاعة كويسة والحجة عرض وطلب. فقررت من هنا ان هو نو واي، خلاص لا انا مش، انا لازم ابدا من النهارده ومن الدوره دي. تعاونت مع زميله في السوشيال ميديا، وتعاونت مع زميله في الـ في الـ في شاطره جدا جدا بتاعت الجرافيك ديزاينر اللي عمل لي كمان المنتجات اللي هي بتاعت كارما، الستيكرز وشكل العبوات والكلام ده كله، ماهر جدا وبتكلفه بسيطه جدا. تحيه اليوم بجد. يعني نزلت رحت مجزر واثنين وثلاثه، اتفقت مع مجزر ان انا منتجي هذبحه عنده، وضمن شروطي قلت له انا هقف على منتجي وهو بيتذبح. انا قلت لحضرتك ان انا وانا بعمل ترافيسي وبعمل العنبر ده شفت تحديات رهيبه وناس كتير احبطتني، ولكن طالما غيري وصل، انا شفت التجربه الموجوده على برنامج حضرتك في منها عشرات وصلوا، خلاص يبقى انا حاصل زيه. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مستعمرة النعام بمنطقة مزارع اليوسفية للنعام على طريق أسيوط الغربي، والتي أنشأها الشاب محمد يوسف كواحدة من أضخم مزارع النعام في مصر، حيث تضم ما يقرب من 500 رأس نعام مختلفة الأعمار، منها 35 أسرة منتجة، بخلاف معمل متكامل لتفريخ بيض النعام. فريق الجدعان يرصد قصة نجاح الشاب محمد قدري في تأسيس مشروع رانشو إيجيبت المتكامل للإنتاج الحيواني، والذي ينتج أرقى قطعيات اللحوم العالمية من العجول البلدية، والتي يقوم بتسمينها بأحدث برامج التغذية العالمية، ويخضعها لبرامج رعاية صحية فائقة الجودة. الآن تشاهدون فريق الجدعان في مستعمرة النعام بمنطقة مزارع اليوسفية للنعام على طريق أسيوط الغربي، والتي أنشأها الشاب محمد يوسف كواحدة من أضخم مزارع النعام في مصر، حيث تضم ما يقرب من 500 رأس نعام مختلفة الأعمار، منها 35 أسرة منتجة، بخلاف معمل متكامل لتفريخ بيض النعام. في محافظة الفيوم زرنا مشروع تربية النعام اللي أسسه الشاب محمد يوسف، وبسبب نجاحه جدعان كتير أسسوا حواليه مزارع نعام، وبجد اتحول المكان لمركز لتربية النعام. الفكرة جت منين؟ أو حضرتك اتجهت لتربية النعام منين؟ والله البداية كانت بعد تخرج جامعة، طبعا روحت لسوق العمل، الشغل الأساسي محاسب، ما استهوتنيش فكرة الشغل أو الوظيفة أكتر من بعد كده، فكرت إن أنا يبقى لي مشروع أو استثمار خاص. إشمعنى النعام بقى اللي اخترته؟ والله في البداية درسنا كذا مشروع، فلقيته هو يعني مشروع كويس، هامش ربح معقول، ومخاطره أقل من أي مشروع تاني في سلسلة الإنتاج الحيواني. احكي لي بقى من أول البداية لغاية النهاردة عملنا إيه؟
احنا في البداية طبعا درست الموضوع الاول نظري، بدأت اجمع الفيديوهات اللي معروضة، اي حلقات اتعملت على النعام. بعد ما عملنا الدراسة كانت الفكرة في التنفيذ، اشترينا اسر بياض منتجة ودي كانت خطأ في البداية، خطأ فادح طبعا لان اسر منتجة ما بتبقاش مضمون انتاجها. قعدت معك قد ايه بقى؟ تقريبا سنة واحدة. طب الدرس اللي استفدته ايه بقى؟ ان اللي عايز يبدا هيبدا اسر بشاير يكون عنده نفس طويل ويكون عنده صبر لغايه ما الاسر تظبط معاه وتبدا تديله الانتاج الطبيعي. المزرعه هنا اكيد ما بداتش مره واحده بقت بالضخامه دي، ما شاء الله عليك يعني. تمام. المراحل دي عملتها ازاي وفكره ان احنا نتحول لمنطقه كامله لانتاج اللحوم وكتاكيت النعام؟ هي الفكره بدات ان هو كان بالنسبه لي مشروع استثمار، ان انا ما استمرتش. مشروعك لوحدك خارج استثمار ليا زي مصدر رزق ليا ولاسرتي، وعملت جنبه مع مصنع علف، مصنع علف وعملت كمان معمل النعام ومعمل تفريخ. تمام. بحيث مشروع يبقى متكامل ما احتاجش حاجه من بره. تمام. بدات الفكره كان في دماغي ان انا العشر اسره اللي بدات بيهم لا اخليهم 30 اسره وستوب. اتفاجئت مع الشغل بحكميه الطلبيات اللي بتبقى موجوده اللي احنا مش قادرين نوفيها. فقلنا لا هنشتغل فيها بالطاقه القصوى، حوالي 100 اسره زائد حوالي 1500 حتة تسمين. طب الناس بقى اللي جمعت حواليك جمعت ازاي؟ يعني منين عرفت محمد يوسف ومزارع اليوسفية وان في اراضي حواليه وان ممكن يساعدنا بالخبرة اكتسبها على مدى 4 سنين او 5 سنين؟ عرفت منين؟ احنا بنبدأ نسوي المنتجنا لينا صفحتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك، الناس بدأت طبعا اللي بتبحث عن المشروع او اللي بيبدأ يقرأ عن المشروع بيبدأوا يقول لنا زيارات، بنبدأ نشرح لهم الموضوع وإن إحنا هنا. ففينا كانت الفكرة إن أنا طب أنا محتاج من 300 ل 500 أسرة تشتغل عشان نقدر نفتح سوق كويس، نقدر نعمل قاعدة كبيرة ونغطي طلبات المصانع اللي محتاجة ونغطي الطلبيات والتصدير اللي بتطلب مننا. بدأ في تعاون مع الشركة اللي مالكة الأرض هنا، تخصص أماكن للبيع ولإنشاء مزارع نعام في نفس المربع اللي إحنا فيه. يعني الحد قد إيه بقى اللي أنتوا هتشتغلوا فيه نعام بس؟ ممكن او شغالين في نعام بس حاليا ممكن يوصل من 60 ل 70 فدان. دلوقتي هنقابل محمد ابو نازل وهو اسد المجموعه اللي اتجهت لتربيه النعام. هو محاسب في احد البنوك وكان عنده حلم انه يعمل مشروع للانتاج الحيواني، والنهارده بيخطط لعلامه تجاريه للحوم مستعمره النعام. احكي لي دخلنا ازاي النعام واصلا احنا شغالين ايه؟ هو انا شغال محاسب في بنك، وفكرة النعام جات من اني من زمان عايز اعمل مشروع انتاج حيواني. ابتديت باني دورت الاول في كذا حتة على اني اخد حتة ارض استصلاح، اتمكنت من اني اخد ارض هنا في المنطقة، ابتديت طبعا اصلاحها. انا اخدت 9 فدادين وقسمت عندي ملاعب نعام وعملت خطة مستقبلية. يعني انا عملت دلوقتي عندي 7 اسر نعام، عندي حوالي 30 راس تسمين نعام. احنا عايزين كمان نعمل مجزر تبقى تجارة نعام زي ما قلنا لحضرتك، عايزين تبقى تجارة لحوم مصنعة، تبقى تجارة منتجات ريش ومنتجات جلود. صحيح. وبالنسبة للحوم المصنعة، اللحم النعام لحم خالي من الكوليسترول نهائي، زيرو فات زيرو كوليسترول، والمطاعم بتطلبه جدا. اللي قدام حضراتكم ده هو الكابتن إيهاب رشدي، وهو رياضي من الطراز الأول وكان شغال في الإمارات 14 سنة، ولكن استهوته تربية النعام واشترى أرض جنب مزرعة اليوسفين وبدأ التربية وحقق نجاح كبير فعلا. وعلى فكرة هيكلمنا عن فوائد لحوم النعام الصحية. أنا بقالي نص ساعة بجري ورا النعام عشان استعدلك اهو. أنت بتعمل إيه هنا؟ أنا طبعا جيت هنا لأني كنت مسافر فترة طويلة، وبعدين لما نزلت مصر بدأت إن أنا أشوف بزنس خاص بيا، وبعد كده لقيت نفسي بتوجه بشكل تلقائي كده لمزرعة النعام. صحياً لحوم النعام عاملة ازاي؟ أول حاجة طبعاً بتعمل خافض لمستوى الكوليسترول في الدم، غنية جداً بالحديد، فيها فيتامينات كتيرة جداً، فبتعمل على رفع جهاز المناعة. أنت أكلت من إيدك ولا لسه؟ أنا بالنسبة لي أنا أكلت من إيد محمد، أنا لسه هدبح إن شاء الله، المفروض الموسم الجاي يبتدي ده إن شاء الله بإذن الله. أنت موقف مزرعتك، احكي لنا عن مزرعتك أنت. أنا لما جيت هنا خدت المزرعة اللي ورا دي فدنين. كم أسرة؟ أنا حاطط 4 ولسه طبعا بدخل كتاكيت ان شاء الله. طبعا انت عارف، طبعا اكيد عارف حضرتك المشروع بياخد وقت طويل جدا، يعني مش طويل، يعني اقل حاجه سنتين عقبال ما يبتدي الانتاج بتاعه يبقى مجزي ويبتدي البيزنس يمشي معك شويه واحده واحده. صابر ومستحمل ومعاه مستني وزي الفل يعني. رانشو، ناس كتير من حضراتكم سألونا عن المزرعة دي وراحوا زاروها،
مزرعة مختلفة للحوم الحمراء، لأنهم بيقدموا أجود قطعيات سلالات العجول البلدية. أسس المزرعة الجدع محمد أدري اللي ساب منصبه ومرتبه الكبير في واحدة من أكبر الشركات الأجنبية، وقرر يعمل المزرعة اللي قدام حضراتكم وينتج منها في مصنعه بمنطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة قطع ولا أروع زي التيبون والتوماهوك والريب آي. الشغل بتاعك والقطعيات اللي بتعملها من اللحوم واللي بتوصل بها للمستهلك النهائي، انا تخيلت لما هاجي ازورك ان انا هلاقي عندك هنا انجوس هيرفورد براون اللي هي السلالات العالميه. المفاجاه كبيره جدا ان انت شغال على السلالات البلديه بتاعتنا وقدرت تتحول شكلها تماما تماما. عملت ده ازاي وازاي العجول بالنظافه دي العجول بتلمع؟ المزرعه طبعا احنا قصتنا من حوالي 2004 واحنا بادئين في السوق، وكنا بادئين في الأول هواية يعني بنربي ونبيع زي كل ما السوق بيبيع. وبعد الأزمات اللي حصلت وقلة اللحمة في البلد وبدأت بقى الحكومة تتدخل في استيراد سلالات معينة أو فتحت باب الاستيراد للسلالات المعينة، كان شغلني جدا إن إحنا ليه ما بنوصلش للمستوى ده، هو الاستيراد ده أسهل حاجة. فطبعا بدأت الموضوع ده من حوالي 2014 إن أنا بدأت أشتغل على تربية سلالات الخليط، بس اعتناء تماما بالصحة، اعتناء تماما ببناء الحديد والكالسيوم لعظمهم عشان يطلعوا الشاسيه بتاعه يطلع يقدر ان هو ينافس ويرمي لحم زي الانجوس، ونقدر نبني عليه لحم بطريقه محترمه. ومن الناحيه الثانيه يعني اهتمينا جدا بقى بنظافه البيئه اللي عايش فيها العجل، ان احنا نسيبه حر، يعني مش هنربطه، مش هنخليه بياكل من طواله مرفوعه لحد بقه، احنا هنسيبه زي ما ربنا خلقه. زي ما حضرتك شايف كده احنا واقفين في وسط العنابر في وسط كميه العجول اللي موجوده، ما فيش حاجه اسمها دبانه عندنا على فكره في مزرعه. الحمد لله بعد سنه او سنه ونص شغل مع القطيع البلدي ده قدرنا نوصل ان احنا قادرين نوصل لمستوى اللحمه اللي جايه من بره. احنا بنوصل لمعدات تحويل كيلو 700 وكيلو 500 وكيلو 800 كمان على فكره في الخليط ده. الطريقه دي طبعا بمستوى النظافه دي مقلل لنا جدا 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 الامراض التنفسيه، تقريبا معدومه مش متواجده عندنا. سافرت اتعلمت الكلام ده بره ولا؟ بص انا سافرت طبعا، بس ما سافرتش بغرض التعليم اكتر من بغرض ان انا بشوف واحاول ان انا اعرف. شفت المزارع بره طبعا، شفت المزارع وشفت التقطيع ودخلت مصانع لحوم كبيره جدا، تقطيع اللحمه ازاي وايه الاكويبمنت وايه مستوى التغليف اللي لازم يبقى متواجد، وكل ده موجود في المصنع هيك هتشوفه. لكن كان برضو يهمني جدا ان انا ما استوردش ان انا اعمل ده من العجول اللي موجوده في السوق المصري. اتنقلنا مع محمد ادري نزور المصنع الخاص بيه في منطقه الالف مصنع بالقاهره الجديده. كنا لازم نوري حضراتكم المنظومه بالكامل وكمان نتعرف على منتجاته من اللحوم البقرية والضاني والدواجن. رحنا معاك هناك في المزرعة الصبح، شفنا فلسفة في إدارة المشروع. هنا مكان القيمة المضافة. مظبوط. 150 منتج، 32 قطعية لحوم، كلها مصنعات متبلات. برافو عليك بجد. الحاجات دي بقى فكرت فيها إمتى وإمتى قررت أنت لازم بيبقى عندك قيمة مضافة وأنك توصل لمستهلك نهائي أو توصل لفندق أو مطعم أو ما شابه؟ المصنع طبعا هو لسه أنا فتحه من فترة قريبة، يعني مش من فترة بعيدة، وكان الهدف منه أن أنا يعني مش عايز المنتج بتاعي يروح لأي حد، أنا عايز يوصل للإند يوزر، للبيوت. اصلا ده شرف لينا كلنا ان احنا نطلع منتج محلي يقدر ان فيه ننافس، نقول يا جماعه احنا لا اللحمه المصريه دي والبريد بتاعنا ده هو نقدر نعمل منه حاجه. بس كل الحكايه ان الموضوع كان متاخد في مصر شويه بحته التربيه وخلاص، يعني انا مجرد ان انا بطلع لحمه وخلاص. جدع والله. واحنا جدع. بنربي، احنا عانينا، احنا هناخد ايه منه؟ مش عينينا ان انا اطلع لوزنه ومنتهي. انا عندنا هناك اوزان كبيره بس بنقرر انها ما ينفعش تتاكل. حته التوماهوك دي نمسكها للناس كده بتفرجها. جد غاليه قوي الحاجات دي، ما تاكلهاش غير في اوروبا في اشهر المطاعم، ده في البرازيل في اشهر المطاعم. ده حقيقي، ده حقيقي. ولو جت في مصر هنا بتبقى في اكبر المطاعم، وتلاقي حته زي دي مثلا تدخل لك في 1000 جنيه. لا احنا ما عندناش الكلام بقى بتاع 1000 جنيه ده، احنا هنوصل الكواليتي هي بس هنوصلها بسعر اللحمه بتاعتنا اللي احنا عارفينها البلدي. دي كوارع. دي كوارع. كوارع. ايوه. دي كوارع رايحه البيت دي على فكره.
صح كده؟ صحيح. هو انت عندك براندين صح كده؟ احنا عندنا براندين. الرانشو ايجيبت دي اسم الشركة اللي هي بيها السجل التجاري بتاع الضريبية. فيرواي فارم ده اسم البراند بتاعنا اللي بيوصل البيت. تحتفظ بحاجة من القطعيات اللي انت اديتها لي بحيث ان انا يبقى عندك قدرة على التقييم؟ ده صحيح. بص احنا عندنا طريقتين للتقييم بتاعنا للقطعيات، اذا كانت بتروح لمطاعم او اذا كانت بتروح لبيوت. اوردر زي اوردر اللي طلع النهارده ده مثلا، اوردر من اوردرات النهارده ده بيتسحب كيس منه بالكامل زي القطعه دي كده، وبتتسحب وبيتم تسويتها وبندقها في نفس اليوم اللي طلع للعميل فيه. احنا بيجي لك تليفون اول ما الاوردر يوصل، حضرتك تدينا كومنت الاوردر وصل تمام، الولد اللي وصله لك شكله كويس، كان لابس الكمامه، كان لابس الجوانتي، الاوردر ما فيهوش اي مشاكل، الكيس مش مقطوع، الكيس مظبوط، حضرتك بتقول لي امين. بعد 4-5 ايام بيتعمل عليك مكالمه كمان، حضرتك سويت ايه، اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يرصد في قرية ميت العز بمركز ميت غمر بالدقهلية أشجار مذهلة لفاكهة السبوتة الاستوائية، حيث تتجاوز أعمارها 30 عاما وترتفع لنحو 10 أمتار، ويصل إنتاجية الشجرة الواحدة إلى 300 كيلو من الثمار، وتعد من الفاكهة النادرة التي ترفع نسبة المناعة وتكافح أمراض السرطان. فريق الجدعان يزور مزرعة المهندس حمدي البرنسي لتربية الجاموس، والتي تعد واحدة من أفضل مزارع تسمين الجاموس البلدي في مصر، حيث يبدأ التربية من عمر الفطام للعجول البتلو، والتي تعد من أخطر مراحل التربية للجاموس المصري على الإطلاق. الآن تشاهدون. فريق الجدعان يرصد في قرية ميت العز بمركز ميت غمر بالدقهلية أشجار مذهلة لفاكهة السبوتة الاستوائية، حيث تتجاوز أعمارها 30 عاما وترتفع لنحو 10 أمتار، ويصل إنتاجية الشجرة الواحدة إلى 300 كيلو من الثمار، وتعد من الفاكهة النادرة التي ترفع نسبة المناعة وتكافح أمراض السرطان. فاكرين الفاكهة دي؟ اسمها السبوتة، هي شبه البرتقال تقريبا، وفوجئنا بكرة كاملة في الدهلية مزروعة فيها من 100 سنة ويمكن أكتر. هي أصلا نبات من شرق أسيا، والكيلو النهاردة ب 12 جنيه. تعالوا نفتكر حكايتها. البلد دي متهيألي معقل نباتات استوائية، مظبوط صح كده؟ مظبوط. أشهرها السبوتة اللي احنا واقفين عندها، مظبوط. أعرف حكايتكم إيه؟ يعني عايز أفهم، وخصوصا إن أنت يعني أرضك كاميرات زرع هنا سبوتة وزرع هنا زلزلخت وزرع هنا أناناس، لا أفهم. هي الفكرة يا فندم، بالنسبة مثلا النباتات الاستوائية احنا ما نعرفش مين اللي دخلها هنا في البلد. يعني أنا وعلى الدنيا لقيها موجودة، فبس أنا بوجه خاص أنا بحب يعني أجيب حاجات غريبة عندي، يعني اللي أنا كاستعمال شخصي أو اللي أنا كاهتمام مثلا بالصحة العامة. يعني يعني بالصحة العامة فهمني، يعني مثلا بدور على الفيتامينات، على المعادن، العناصر اللي هي الطبيعية اللي أنا استخدمها لحياتي، بدل مثلا أخد مكملات غذائية أو يعني السبوتة دي ليها فوائد؟ طبعا. إيه بقى؟ ده مليانة جدا حديد عالي جدا، فيتامين ألف وبه 12، وبروتين برضو بروتين نباتي، بسم الله ما شاء الله. يعني أنا بتكلم في قيمة غذائية عالية جدا، فأنا لما لقيت الفوائد بتاعتها لازم طبعا أزرعها عندي. طب فاكهة استوائية هو هنا في الدهلية في مطر طالعة بالحجم ده ازاي وبكمية الانتاج دي ازاي؟ ده مفيش فرع مفهوش. ما هو الغريب يا بنت فاهم في حاجة، سبحان الله، يعني بتستحمل ظروف صعبة جدا كحر وكرطوبة عالية جدا وملوحة في الأرض. هي طعمها عامل زي اقول لك ايه، المانجا كمثرى. تمام، هو فعلا كده؟ حاجة وسيطة ما بين الاثنين. مظبوط. مظبوط. ما تكلمنا عنها شوية، الشجرة دي زرعتها عاملة ازاي، حصادها امتى، الثمار بتطلع امتى، بتنضج ازاي، بنعرف علاماتها ازاي؟ تمام، هو الازهار بتاعتها بتبقى في نص 11 12. حصادها امتى؟ الحصاد لغايه لما تتحصد. مظبوط، الحصاد بيبدا من نص 4. من نص 4؟ من نص 4. انا اكلت عندك حاجه كده اسمها السفرجل. مظبوط صح كده، اللي انا كسرتها وكلها بذر من جوه. مظبوط. دي انت قلت لي ما بين التفاح وما بين الكمثرى صح كده؟ جبتها منين دي؟ دي والده الله يرحمه، الله يرحمه كان شاري شجره هو ما يعرفش ايه، كان جايبها
يعني هو قال لي ممكن تبقى رمان يعني ما يعرفش هو ما يعرفش ولا انا كنت عارف على فكره. الناس قالت لي سفرجل فانا ما صدقتش، قلت ما اشوف بره الارض وادخل واشوف قصتها ايه. ففعلا لقيتها سفرجل وحاجه قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا. اللي قدام حضراتكم ده عم عبد الفتاح عطا سالم، من اقدم الناس اللي اشجار السبوته متركزه في ارضهم في قريه ميت العز. ركزوا معاه. شايف عندك شجر سبوته قديم جدا. أيوة. يمكن عمره يعدي ال 15 ولا 20 سنه، دي عامله طراحات، كل طراح يمكن واضح ورايا يا جماعه اهو، شايفين الطراح كله سبوته طبعا. ده من جوده الثمار ومن خدمه الارض، الارض نفسها نفس التربه بتاعتنا ممتازه لانها واقع بين نهر النيل والرياح التوفيق. بتخرج من عندك بكامل كيلو؟ مش انا هقول لحضرتك حسب الحجم، يعني في حجم بينباع ب 12 جنيه وفيه كيلو ب 8 جنيه حسب الحجم وحسب الطعم. طب كرامتها ايه السبوته دي؟ لا ده جميله جميله جدا جدا، وسمعنا والله من ناس دكاتره، يعني انا كنت اساسا فني تحاليل طبيه وسمعت من دكاتره عندنا قالوا انها مفيده ومفيده خاصه لمرض الكلى. دلوقتي بقى تعالوا نقابل خبير زراعه وانتاج شتلات النباتات الاستوائيه محمد احمد عطيه، هو بيمتلك في محافظه الشرقيه مشتل متخصص في كل شتلات النباتات الاستوائيه اللي يصلح زراعتها في مصر. ركزوا معاه. انت مهندس زراعي وبقالك سنين ماشي ورا حلم انك تنشر زراعه النباتات الاستوائيه في مصر. النهارده مثلا بهدلتنا في ميت ابو العز، عمالين نلف عشان ندور على شجر السبوته. حصل مفيش مزرعه نظاميه، ولكن الشجر بحجم الثمار اللي عليه بحجم الثمره بيؤكد نجاحها بنسبه 100% في مصر. الحمد لله سعرها حلو، لما نقول الطن اللي بيطلع من شجرتين ثمنه 12000 جنيه مش حاجه، حلوين قوي زي الفل. بالظبط. هنشتلها ازاي؟ انت راجل من ملوك شتلات النباتات الاستوائيه في مصر. هو اساسا المستثمر لازم يا استاذ محمد في البدايه يكون هو ما شافوش الكلام ده قبل كده. النهارده نزل مع حضرتك واتكلمت عنها ونزلت عنها تقرير، فخلاص هي كده تعرفي. نبات سهل جدا بيشتغل مع بدون خدمه، بخدمه شجره حماله اساسيه زي الجميز، وزي دي اشجار قديمه شبه الجميز. السبوته هي رخيصه مش غالية، انتاجيتها كزراعة كتير. بتتزرع كم في كم بقى في الأرض؟ الفدان بياخد له بتاع 150 عود. 150 عود؟ مش هي بتتزرع ما يكسفش ما يعملش هو؟ لا ما يكسفش فيها، ممكن نزرع بقى حاجات تانية على الأرض. وعايز مسافات كبيرة لأن الشجرة طرحاتها كبيرة قوي. بالظبط، فإحنا بنسيب مسافات، يعني هو في ناس لو بتربي في أرض طينية زي كده بيزرع له 65 عود في الفدان بالشكل ده يقفل له الفدان. لكن احنا بنقول احنا مش لو هنمشي على نظام تقليم وتربيه من البدايه هنبتدي زي ما حضرتك تفضلت وقلت تقزيم، هنقزم النبات مش هنخليه يوصل وهناخد عدد شتلات اكتر، يعني يبقى الفدان 150 160 شتله هو كده زارع مش هيزرع حاجه معايا، بعد 5 سنين او 4 سنين مش هيعرف يزرع حاجه تانية. شتلات اشجار الفاكهه الاستوائيه اسعارها بتتراوح ما بين 25 ل 500 جنيه للشتله الواحده، لان انباتها صعب فعلا ومحتاج دفى ورطوبة وأجواء استوائية، لكن بصراحة لما بتنبت بتجيب تقلها ذهب، وخصوصا إن في طلب على أثمارها في السوق المحلي والعربي، وخصوصا إنها نادرة بشدة. الليتشي ناجح في مصر جدا، الجاك فروت ناجح جدا ناجح جدا, جداً. السبوتة ناجح في مصر. إيه تاني؟ الستار فروت. الستار فروت، اللوز الهندي، اللوز البحريني. اللوز الهندي؟ آه. مش اللوز ده عايز برودة قوي وبتاع؟ لا لا لا، ده غير اللوز المكسرات. ده لوز بطعم التمر الهندي. الله أكبر. وحاجة تحطها حضرتك في بوقك تاكلها تحس ان انت بتاخد طوفي. دي عندك في المشهد هناك في الشرقية؟ موجود موجود. عايز زيارة تاني للمشهد؟ نورنا طبعا مشهد الشرقية، تشرف بحضرتك. كل الكلام ده اشتريت عندك؟ موجود الكلام ده كله عندي الحمد لله. انا اللوز الهندي جاي من السعودية. طب وليه سوق بقى الكلام ده؟ يعني الناس فاهمة ومزارعين بياخدوها ولا خايفين؟ كل اصحاب الاراضي اللي في الوادي وفي الحتت البعيدة بيجوا محمد بيه بيقعدوا، طب نعمل ايه يا محمد؟ اقول له ممكن نزرع مثلا في المصدر الريح، نزرع لوز هندي. انت بتستفيد منه كشجره مصدر ريح، وبتستفيد منه اللي انت زارع شجره مثمره. دلوقتي احنا في مزرعه المهندس حمدي البرنسي اللي يعتبر من القامات الكبرى في تربيه الجاموس البلدي في مصر، هو العمدة باختصار، ومزرعته مفيش أجمل منها. مساحتها 80 فدان تقريبا، مزروعة من سنة 1995 بالمانجا والقشطة والعنب والموالح، وعلى مساحة 5 فدان صمم سنة 2006 حظاير لتربية الجاموس. مفيش أزكى من كده، سواء في اتجاه العنابر عكس الرياح أو المظلات أو برك الطينة اللي الجاموس بيعشقها أو مناطق الجاموس الفطام
والأعمار الصغيرة اللي متغطية بالبلاستيك والشبك وكل حاجة صممها على إيده. تعالوا نقابله. حضرتك في المنطقة دي من حوالي مثلا 30 سنة. مظبوط. بدأت إنتاج حيواني من 15 سنة، ولكن في قصة كده حب فريد كده ما بينك وما بين الجاموس، أنت بتحب تربيه. مظبوط. عايز أعرف ليه وبدأ إزاي معاك الإنتاج الحيواني؟ هو بدأ الإنتاج الحيواني معايا من حوالي 15 سنة، ودي كان الشغل الأساسي بقر وأوزان تقيلة، وبدأت أنزل واحدة واحدة من وزن 200 150 120 100 لغاية ما وصلت وزن اللي هو 70 75. خلينا أفهم الناس حاجة، هنا في المزرعة دي يا جماعة مفروض أن المنتج اللي هو بيتولد عنده العجل الجاموسي بيتولد على وزن 35 بالكتير، 35 كيلو 35 5 بيوصل لغاية 70 85 يتفطم، بيبدأ يروح مرحلة تانية بياخدها حد صاحب خبرة عشان يعرف يتعامل مع عجل مفطوم ويحوله من عجل بيشرب لبن لعجل يقدر ياخد علف يأكل. بس دي مش سهلة. لا مش سهلة، ممكن تجيب إسهال، ممكن العجل يروح منك في ثانية. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. بتتفاداها ازاي؟ لو عجل صغير، لو أنا بستلم من شهر 10 لتلاتة بستلمه في حضانات زي عاملها زي الصوب كده، زي الصوب يقعد تحتها لغايه ما يوصل مثلا 120 130 كيلو. ليه بتغطيها ببلاستيك؟ ليه مش صاج زي اللي فوقينا دي؟ علشان ادفي العجل، ادفي المكان والعجل يبقى دافي، وما فيش لو الدنيا شتت او كده ما تجيش عليه يعني. لان اخطر حاجه برضو للعجل الصغير اللي هو الاوزان دي ان هو جسمه يتبل. بيحصل ايه بقى؟ بقدر الامكان يكون ناشف، هتشتغل عنده نزلات معويه واسهاله، الكلام ده كله زي الطفل الصغير بالظبط. خلي بال حضراتكم، المهندس حمد البرانسي اتخرج في كليه الزراعه جامعه قناه السويس فرع العريش، تخصص شعبه عامه سنه 1992، وبدا زراعه ارضه وعمره 24 سنه، كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ونجح بعد سنين انه يحولها لواحدة من أهم مزارع الإنتاج النباتي والحيواني في قرية البستان مركز الدلنجات بالبحيرة. وبالمناسبة هو بيدخل الجاموس في مزرعته بعد الفطام مباشرة، يعني وزن يتراوح ما بين 70 ل 85 كيلوغرام عجل شعاري، ودي أخطر المراحل على الإطلاق، وبنفسه بيشرف على حظائر التربية لعجول الفطام ودورته بالمناسبة 12 شهر. طب باش مهندس حمدي، انا عايزك تقول لنا انت بتستقبله ازاي؟ ايه التحصينات اللي بياخدها؟ العلف اللي بتحطه له بتحافظ عليه ازاي؟ اصل ده عجل يعني حاجه زي الطفل الصغير اللي عمره لسه 6-7 شهور. الاستقبال اول حاجه يوم ما العجل بيجي لنا اللي هو وزن 70 75 75، اول حاجه بناخده بنوزنه على الميزان وهو لسه نازل من التاجر او التاجر لسه جايبه. يعني بتجيب الكلام ده من الاسواق، تجار بيجيبوه لك؟ خلاص اتعرفت يعني كله من الاسواق المحليه. تمام ماشي. اول حاجه بياخدها اللي هي ايه؟ الاستقبال، ده مضاد حيوي. تمام. اللي تديله حمايه لغايه ما يتاقلم حتى على الاقل مع المكان. مع المكان تمام. وتاني يوم بنديله الحمى القلعيه، وطبعا وبديله ساعه ما بيدخل، يوم ما بيدخل بالظبط بياخد شرب ديدان سكارس. هياكل ايه؟ ما هو مش اي حاجه ياكلها، هو متعود على حاجه. احنا حضرتك ساعه يعني لما بنستلمه اول يوم بنجيب علف، في العلف انواع، في 19% وفي 16% وفي 14%. المرحله الاولانيه دي عايزه بروتين عالي اللي هو 19% ماشي. ففي الغالب هو بيبقى ده علف الوطنية 19%، وبنحط مثلا معدل كل عجل اول يوم يوم ما يجي حوالي 200 جرام علف شركة الوطنية. علف شركة الوطنية بس، وبنراقب العجل هو كل ولا ما كلش، نبدا معاه مثلا ب 200 250 جرام. وفارق معاك علف الوطنية المخصص للجاموس؟ يعني بالنسبة لعلف ال 19% وطنية، لا انا حاسس يعني السنة دي انا استخدمته من اول الدورة، لا جايب نتائج كويسه معايا. خليني ارجع معاك تاني، انت بتقول لي ان انا دلوقتي ممكن اخرج العجول بعد لما اعدي مرحله الخطر اللي هي 75 80 بالزبط. اوصل لغايه 130، من اللحظه دي العجل بقى امان وممكن يكمل. اي حد ياخده، اي حد عايز يربي بقى ونفسه يعمل مشروع. انت بتبيع من وزن كام؟ انا ببيع من 200. من 200 تقدر تبيع للمربين؟ للمربين يستفيدوا منك، اللي هو ياخده منك امان تماما. تماما يجري في الصحراء ياخده متحصن. ممكن معلش يعني لو جه في ميعاد تحصينه اللي هو الحمى القلعيه وانا لسه محصنه، ممكن ياخده يطلع عنده الدوره ما يحصنش نهائي. انا عايز النصيحه من المهندس حمد البرنسي لأي حد عايز يشتغل في تربية الجاموس. أولا، أشتغل بقري ولا جاموسي؟ دي النصيحة الأولى. هي متوقفة على عايز يشتغل، هو معاه فلوس كتير لأن البقر غالي أصلا. ماشي، مفيش مشكلة يشتغل بقري،
وانصحه يشتغل باري الاول ده لو معاه فلوس يتعلم مثلا في الباري الاول يتعلم اه بيكتسب خبره واحده واحده برضه مع ان الجاموس بيقولوا سهل وما فيهوش امراض بعد 120 130 كيلو يا باشا انت قلت لي جمله انا مش ناسيها التجربه دي غير قابله للتطبيق الا لاصحاب الخبره بالظبط المؤيسه فيها بحسابها يعني هو عايز يشتغل وما عندوش خبره نهائي ده ممكن يبدا من وزن 130 واقول لك اول سنه يبدا من وزن 150 تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يرصد حكاية 4 أصدقاء جمعهم العمل في إحدى شركات الزيتون العالمية في مصر وقرروا إقامة مصنع لزيتون المائدة وزيت الزيتون في مدينة السادات فحققوا بخبراتهم نجاحا مبهرا دفع بهم إلى المركز الأول في تصدير زيت الزيتون المصري والمركز الثاني في تصدير زيتون المائدة في مصر الآن تشاهدون فريق الجدعان يرصد حكاية 4 أصدقاء جمعهم العمل في إحدى شركات الزيتون العالمية في مصر وقرروا إقامة مصنع لزيتون المائدة وزيت الزيتون في مدينة السادات فحققوا بخبراتهم نجاحا مبهرا دفع بهم إلى المركز الأول في تصدير زيت الزيتون المصري والمركز الثاني في تصدير زيتون المائدة في مصر اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس أحمد نبيل مدير شركة نايل جاردن للزيتون وهي شركة مصدرة من العيار الثقيل لزيتون المائدة وزيت الزيتون لأمريكا وأوروبا وعارف طريق تصدير التمور المصرية لأسواق العالم هو عبقري في تخليل الزيتون والفلفل وبدأ يستثمر في 1 سيوة وانتهى من زراعة 300 فدان بالزيتون والنخيل قابلناه في مصنعه وكان من التقارير المهمة جدا أبدأ معاك من المصنع كيف تأسس؟ إحنا كشركة كنا 2 شريكين في 2013 سافرنا برا في أسبانيا وإحنا لنا أصدقاء كبار أكبر مصنع زيتون في العالم إحنا رحنا له زيارة و2 و3 وهم حتى كمان ساعدونا في اختيار المعدات وساعدونا كمان في اللي أوت بتاع المصنع وشكله وتصميمه طبعا في عبارة عن 4 أجزاء رئيسية الجزء الأول هو تخزين الزيتون تمام طبعا تخزين الزيتون بنفس الطريقه الاسبان اخترعوها من اكتر من 100 سنه لان تخزين الزيتون بيروح لثلاث اتجاهات يا اما اسود طبيعي زي الكلاماتا والدولسي والاصناف الجميله دي او يروح سبانيش ستايل يبقى الزيتون الاخضر اللي شكله جميل ما فيش فيه مراره وملوحته متوسطه او الزيتون الاسود المؤكسد بطريقه كاليفورنيا ودي طريقه للعلماء في كاليفورنيا اخترعوها واصبحت هي المنتج الشائع في العالم الزيتون الاسود الشرايح وما فيهاش اي خطر على الصحه ده منتج مش صحي ده FDA approved ومنتج صحي لدرجه لانه مش بس هو عباره عن منتج خالي من اي حموض اي احماض والملح فيه لا يتعدى 2% فانت بتاكل زيتون بقيمه الزيتون المرحله اللي بعد كده لو الزيتون هيتصنع بطريقه كاليفورنيا احنا عندنا طبعا مصنع اكسده وحده اكسده اللي هي التنكات الاكسده جايبينها من اسبانيا حول الزيتون من الاخضر الى الاسود بعمليه صناعيه بالاكسديشن بالهواء استفدتوا من مبادره البنك المركزي من خلال اي بنك من بنوكنا الوطنيه طبعا طبعا ولولا هذه المبادرات لا يمكن كان يبقى المصنع بهذا الشكل من خلال بنوك ايه بقى البنك الاهلي المصري خدنا منه قرض استفدنا بيه في الخزانات الارضيه والجزء الثاني بنشتري بيه خامات هل ده انعكس على صادراتنا انعكست تماما على صادراتنا طبعا دخلنا كل اسواق معظم اسواق العالم اللي المستهلك فيها بياكل زيتون احنا دخلنا فيها اللي قدام حضراتكم ده هو احمد نبيل الشريك الثاني ومسؤول البيع والتسويق لمنتجات نايل جاردنز للصناعات الغذائيه اللي عددها تجاوز 50 منتج هو احدث المنضمين للشراكه ونجاحه في فتح اسواق كبيره لصادراتنا من الزيتون والزيت خلاهم مصرين على انضمامه ليهم اسواقنا عامله ازاي احكي لي كده بنسوق الزيتون ازاي بدايه التسويق يعني ايه الميزه لمصر في الزيتون مصر بالنسبة لنا هم أحسن زيتون موجود على الشجر
هو الزيتون المصري كمادة خام. مشكلة مصر دايما في المنتج النهائي والباكجينج ما بيبقاش قد المطلوب منه، فهي دي اللي احنا اشتغلنا عليها. احنا ازاي نقدر نطلع من الخامة الكويسة دي اللي موجودة عندنا عبوة شكلها حلو قوي بالظبط، نطلع لنوع عبوة مطلوبة ونقدر نطور فيها. التسويق بدأ عن طريق دول، هما الدول اللي بتنتج زيتون في العالم هما دول بحر متوسط، من ضمنهم طبعا اسبانيا ومصر والمغرب واليونان وايطاليا وتونس، بس تونس اكتر زيت زيتون منها زيتون مائدة. دول العالم الباقية كلها بتستورد منهم المنتج النهائي للزيتون لان هما ما بينتجوش. من هنا جات الفكرة. السنة دي موسم الزيتون مش حلو، وعليك كمصنع سعر الطن 19,000 جنيه، دي خسارة فادحة، يعني مش هتكسب ولا مليم، مش هتعرف تنافس بره أساسا، هتعمل إيه؟ والله دي مشكلة كبيرة جدا، مش بتواجهنا إحنا بس كمصنع، لا هي بتواجه مصر كلها. هي طبعا بسبب التغيرات المناخية اللي أدت إلى قلة الإنتاج، المزارع بيبيع بأعلى سعر. طبعا التغيرات وده المناخية وده ما نقدرش نلومه عليه. لا ما أقدرش طبعا ألوم المزارع، بالعكس المزارع النهاردة حتى هو بيبيع ب 19,000 جنيه طن هو خسران، لأن الأرض الزراعية بتاعته المفروض إن هي تجيب مثلا في الفدان 5 طن، هي جابت نص طن. فمهما كان السعر عالي عمره ما يغطي تكاليفه، احنا فاهمين ده كويس. لكن المشكلة كلها المصنع، كمان المصانع هتعاني بشكل كبير جدا، لان هي هيبقى ما عندهاش قدرة تنافسية بالنسبة للسعر دوت، زائد ان احنا هنفقد الاسواق اللي احنا قعدنا نحاول نبني فيها السنين اللي فاتت دي. لو استوردت الزيتون الخام هل تكلفته تديك نفس القدرة او الربحية لما بتعمل قيمة مضافة للزيتون المصري؟ لو احنا الدولة ساعدتنا في ان احنا سهولة الاجراءات الجمركية والتعريفات الجمركية والاعفاءات الجمركية نقدر ندخل الزيتون الخام بسعر كويس، نعيد تعبئته ونصدره كمنتج نهائي، ويبقى عندنا ميزة تنافسية بشكل او باخر. حتى لو مش هيحقق لنا ربح، بس على الاقل هنشغل المصانع، على الاقل هنحافظ على العمالة، حافظ على الاسواق، حافظ على الاسواق بتاعتنا. تشاهدون في حلقة الجمعة. فريق الجدعان يشهد حفل افتتاح مجمع الثلاجات العملاق في مصنع الصعيد لصناعة المواد الغذائية في بني سويف، وصاحب العلامة التجارية الشهيرة شهرزاد، والتي تنتج أجود أنواع الخضار والفاكهة المجمدة للسوق المحلي والعالمي، وبلغت استثمارات مجمع الثلاجات نحو 200 مليون جنيه. فريق الجدعان يكشف لأول مرة سلالات القمح المصري الخارق الذي نجح في إنتاجه كطفرات مذهلة علماء هيئة الطاقة الذرية بعد رحلة استمرت 15 عاما من البحث العلمي، حيث تحمل بعض سلالاته 400 حبة في كل سنبلة، والتوسع في زراعتها يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من قمح الخبز. فريق الجدعان في أرض فاكهة الكاكا اللذيذة في كفر الدوار، حيث يزور أرض المزارع عطية أبو هيب، والتي انهارت إنتاجيتها بصورة ملحوظة لدرجة أنها لم تتجاوز 4 إلى 5 طن في العام الماضي، حتى تعامل مع أرضه بالمركبات الحيوية نوفا بلس والنوفا كي، والتي نجحت في استعادة إنتاجيتها لتتراوح ما بين 18 و20 طن على أقل تقدير.